يا الله شو حلوة لعبتي، وشعراتها بيشبهوا شعراتك كتير، ليكي لونهم أشقر بس أنتي أحلى منها. شو لون عيونها؟ ايه مزبوط، لونهم أزرق مثل لون البحر، مثل عيونك الحلوين. بنوتي قمر أحلى بكتير من اللعبة. بيان، تعي حبيبتي نعمل أنا وياكي كيكة طيبة. كيك؟ نيالك، يلا روحي ساعدي يا جيهان يا شاطرة. ليكي منيح أنه جيهان عم تشتغل هون بالكافيه عن جد، والله هي شايلة كل الشغل عني، وما بتتضايق من شيء أبدا، نشيطة وذكية وقوية، بتنظم وبتمشي كل أمور الكافيه لحالها. والله معك حق بهالحكي، يا ريت لو بتقبل تستلمه لأخلص من الجاية لهون. عن جد؟ ما حذرتي نيلي، أنت يا هبلة. شوفي شو شارد، احكي لنا لشوف، يلا احكي. اف شو بيعرفني يا انا، كتير تعبانه من هالوضع يلي عم نمرق فيه كلنا، والله تعبت من هالمشاكل يلي بحياتنا، حابه اروق راسي وروح على شي مكان هادي. فهمت عليك صح، يعني انت بدك تخلصي من كل هالقصص، بدك كل الوضع يكون تمام مشان ما ينشغل عاطف عنك. بعرف كيف بتفكري، مشان تضلوا سوا كل الوقت، هيك بيحلموا العرسان بعدين بيتمنوا العكس. ايه صح. أنا حابة روح أنا وياه على شي مكان حلو كتير ونضل أكتر من شهر. إيه عن جد بدكن هيك إجازة، روحوا لكم شهر عسل طويل بدون رجعة. إيه حتى رح قل له خلينا نروح على جزر المالديف. المالديف قلتيلي؟ إيه لأنه هنيك في سفن كبيرة فيهم مسابح وبارات وديسكو، منقضي وقت بجنن. أنت قصدك عن هدول أوتيل بالبحر يعني؟ أيوة عن هدول قصدي، نحجز فيهم لفترة اهدي طويلة. اهدي خليك على الأرض، لا تعلى كتير، ما في طير علق إلا وقع بكير، طايرة وما عم تتهدي، ريلاكسيشن، لا تعلي، انزلي على الأرض شوي. لك شو صاير لك أنت؟ عم تحلمي كتير، بدها تروح على المالديف سمعتيها، وبدها باخرة كبيرة. عن جد يا بنت إنك هبلة، أنت بتعرفي قديش بتكلف الرحلة على المالديف بهديك السفينة؟ عندك فكرة؟ صح، نسيت إنك مفكرة إنك رح تتزوجي عاطف ابن عائلة جوهر. بس على حد علمي أنا إبراهيم جوهر ما عنده غير ولدين وبنت. خلص خلص خراس، حاجة تخبص كلام من عندك. لك شو التخبيص بكلامي؟ عم قول الحقيقة، لازم تتقبلي هذا الواقع. شو عم تقولي يا هبلة؟ بدك تروحي على المالديف، أنت رح تتزوجي عاطف، فهمانة؟ على المالديف صعب تروحوا. لا تزعلي بس مشان ما تنصدمي بالواقع، لأنه ما في ياخدك. أنا بعتذر منك، خليك قليل ذوق. قال عم بيغني كمان وعم يتمسخر علي العمى، سمعتي هالحكي اللي حكى معي؟ نيلي ما تأخذيني، بس أنت تفكيرك غريب وأحلامك مو بمحلها، الدنيا قايمة قاعدة والكل خايف على روحه، وأنت عم تفكري بشهر العسل؟ مو وقت هالحكي أبداً. لك أنا شو دخلني بهالمشاكل؟ مو ذنبي لحتى ما أحلم، شو بعدين بسببي أنا إجت المصايب كلها عراسكم؟ لا طبعاً مو هيك قصدي، معك حق، أنت بسببنا حياتك انقلبت فوقاني تحتاني، بس أنا عم أحكي الحقيقة كرمالك. أنت شايفة إنه عاطف رح يعيشك فوق، بس هو بالنهاية زلمة بيقبض راتب على قده ويا دوب يكفي أكل، وأنت وافقتي، يعني شو رأيك تخففي أحلامك شوي؟ عم قول هيك كرمال ما تسعلي لقدام. ومين اللي قالك إنه عايش على الراتب يا عاطف؟ أكيد وضعه المادي منيح كتير، هو مدير الأمن بالبيت والشغل وإيده اليمين لرجل الأعمال الأول بكل البلد، يعني راتبه منيح. بالنهاية هو موظف عنده مو أكتر. طيب وضعه المادي مانو سيء ولا منيح، شو رأيك ما ترفعي سقف أحلامك كتير مشان ما توقعي؟ مزبوط، حاضر ملك خانم، أنت بتأمري أمر. إيه خلص رح بطل أحلم بشي من هلأ ورايح. أنا عم أحكي هيك مشانك. ألو أهلين عاطف. نيلي بدي خبرك خبر حلو كتير، كريم بيك وعي وهو منيح الحمد لله. الله شو هالخبر الحلو هاد، كريم فاق قال وهو منيح، نشكر الله. بابا أنا ما متت؟ لا تحكي هيك، بعيد الشر عنك يا عمري. أنت عم تبكي؟ إيه عم ببكي، ليش ما بصير؟ ما بحب هيك شوفك، أنا منيح. مثل ما بدك، بما أنك فتحت عيونك ما عاد بدي شي من هاي الدنيا أبدا. نحن من دونك ولا شي، بكفي زعل وبكي بحياتنا. تمام، المهم أنت،
ليك كريم، اصحك بيوم تنسى انه حتى لو متوا بطل جنبكن، انه روحي ما رح تضل جنبكن لتحميكن. تذكر كلامي. بترجاك سكر على هالسيرة. انت كيف لقيتنا؟ شو عملت؟ احكي لي اللي صار. يعني بحالتك قدران تسمع شي هلا؟ اي قدران. طيب تعرف الضابط عادل ما؟ وينك لو سمحتي؟ أنا كمان بدي ألبس هدول التياب وفوت شوف ابني. ما بصير هلأ يا خانو، ما لازم نتعب المريض كتير. الدكتور سمح بس لأبوي يفوت يتطمن عليه، وقت بيسمح لنا مرة تانية بفوتك، بس هلأ ما فيني أبدا. لك أنا أمي يا جماعة، يعني مو من حقي شوف ابني واتطمن عليه؟ تفضلي. أهلين. يسلموا ايديك. شو عم تحكي انت يا ابك؟ ليش لحتى تنتحر هاي البنت؟ والله هيك صار. نزار زعلان كثير على اخته وراح يحضر جنازتها. شو هالمصيبه هاي؟ الله يصبر قلب اهلها. كيف بتعمل بحالها هيك؟ هي لساتها صبيه باول عمرها، حرام تنتحر. مشان شو؟ صح كانت مريضه بس كانت عم تتعالج. اكيد انتحرت بسبب كريم. وشو علاقه كريم بالله؟ كيف شو له علاقه؟ ميليسا كانت عشقانته كثير، وأكيد صار شي بيناتهم. بعدين ميليسا هربت من البلد لأنه قال لها ما عاد بده إياها. لا أكيد ما انتحرت لأنه صار بينه وبين كريم علاقة، مستحيل هالشي. البنت كانت مريضة، وكرمال أنه الطيب كان عم يعاملها بلطف، هذا اللي بعرفه. بس نزار جانن وطاير عقله، حاطت الحق على كريم. بلا هالحكي الفاضي إبك، كريم شو له علاقة بانتحاره؟ عن جد كريم ما دخله. بعدين حدا قال لها تروح تحبه منها لحالها؟ لك كيف يعني البنت هي لحالها حبته؟ بين أنه كان في علاقة بيناتهم. أصلاً مشان هيك جوليا كان بدها تطلقه. قصة الطلاق إلى سبب تاني، ما دخل ميليسا. أنت ما بتعرفي شيء إبك، ليش عم تحكي وتألفي قصص من عندك وتربطي الأحداث بهي الطريقة الغلط من عندك؟ سكتي، أحسن ما حدا يسمع هالحكي، لأنه رح تقوم لقيامة مستهونة بالموضوع. إبك لك قلبية بعقلك شوي. أنا ما بيهمني أبداً، صار لازم روح، الوضع بالبيت مكركب. مراد لسه ما عرف، وبدي أحكي له إنه ماتت عمته. هو بحب عمته كتير، ما بعرف كيف بدي خبره. معك حق، صعبة. ليكي ابك ما بدي اياكي تزعلي مني. شكرا ماهر. عفوا. انت معك سيارة ولا اطلب لك تاكسي توصلك؟ مو مشكلة، بدبر حالي. تمام. بي باي. تفضل انتظر هون اذا بتريد. Thank you.
أنا ما عاد بدي أشوفك مرة تانية، عم تفهمي؟ اطلعي من هون فوراً وبعدي عني قد ما بتقدري. سمعتي شو عم بقول؟ نلقى من وشي. كريم، أنت السبب بموت ميليسا. رح أقتلك بإيدي وبعتك عجهنم. رح أخذ بتاري منك. ميليسا، ميليسا، ميليسا. ليك بطل، الحمد لله على سلامته. الحمد والشكر لك يا رب. بس عم يضل طول الوقت نايم، صحيح طبيعي لأن المخدر عم يأثر عليه. ايه الحمد لله. تعي نقعد شوي. أنا أخذت إياد ورحنا أنا وياه على جنازة تيم. أنتم مشان شو رحتوا على جنازة؟ ممكن تفهمني؟ لأنه الفضول دابحنا. كرمال هيك رحنا. شو غريبة أنت عن إياد؟ لك متيس، بده يتأكد أنه هالمرة مات، وبده يروح يشوفه بعيونه إذا دفنوا، يعني مشان ما يصير فينا مثل هديك المرة. رحنا وتأكدنا. إيه هن اندفنوا كتير بعيد تحت الأرض. أنا قلت لهم قد ما فيكن غمقوا القبر وهن يحفروا ويشيلوا تراب يحطوا فوقه. شو بدكم بهالقصة؟ شفت ابك اليوم عم تقول نزار حاطط كريم براسه بده ينتقم منه. انا عم خبرك بس مشان يعني تاخدوا حذركم. بالله عن جد يلي بيفكر يقرب على كريم هالمره بدي امحيه من الحياه. اسمعني ماهر، اصلا انت بتعرف منيح انا شو ممكن اعمل. والله اذا التقمت وقررت انتقم من هدول الاثنين ما بضل شيء اسمه نزار وابك. لسه ما شافوا جناني؟ يا ريت تجني فراشتي، بتصيري احلى. يلا جني مشان نرجع ذكريات ايام زمان. مليت من عيشه الروتين هي. يلا رجعي مثل ما كنتي قبل. بتعرفي فراشتي، من كم يوم كنت عم فكر انه حياتنا منيحة يعني، بس فيها شي ناقص. بتعرفي شو؟ نحن ما عاد تسلينا بالعالم ومشاكلهم، هذا يلي ناقصنا. هاي التصرفات كانت تسلينا وحياتنا إلى معنى. انتي التهيتي وصار عندك عيلة، وانا كمان انشغلت بحياة جديدة فيها فعل خير مملة ما بتسلي. شو هاد يا عن جد مليت؟ لا، لأنه هاي التصرفات ما عاد تناسبنا. ايه معك حق، هاي الحقيقة، عيب كبرنا على هالقصص. ايه طبعا، أنا هلأ صرت متجوزة عندي أولاد، يعني التصرف محسوب علي، ما بيصير ضل صياعة. وأنا كمان حاجتي صياعة بقى بلا حقارات. ليك ماهر بصراحة بدون ما كذب أنا كمان مشتاقة كتير لهالشغلات. بحس شي جواتي عم يحركني ويقلي يلا قومي، كأني مدمنة بس دايما عم قاوم هذا الشعور. ايه وأنا عن جد فراشتي، ليك شو نحنا ما لازم نضل قاعدين هيك ومالين، لازم نسلي حالنا ونغير شكله ونعمل مقلب بحدا. ايه بنعمل مقلب. ايه مقلب، ومنبلشوا على الخفيف يعني. على الخفيف، شي ما يأذي حدا يعني. مو كتير. في كم اسم ببالي منبلش فيهم بالأول. طيب ماشي، وافقت. مين هنن؟ رح أقلك أول اسم. قولي مين هو بسرعة، قليل إيه؟ اسمه لهالحقير لورجيه. إبك. برافو فراشتي، عن جد انت لازم تبطلي هالحركات لأنه عيب عندك عيلة وولاد كمان، ما بيصير تعملي هيك. اسمعي مني وبلاها، أو فكري بحدا غيرها. إبك هلأ تحت حمايتي أنا، لا تقربي عليها أحسن. واحد تافه أنت، بعرفك أنا، أول ما تتعلق القصة بالنسوان دايماً بتهرب. مع أساس في كم اسم، هاتي غير الاسم يلي بعده. يلا قولي. يلا خلصيني. عمتي خديجة. هي الختيارة، خلص زودتها كتير معي، صار لازم ينحط لها حد بقى. وعلى طول بتتدخل بكل شغلة، يا ما لا تعرقي حدا يتهنى، وعمي إبراهيم ما رح يخليها تروح. ايه اوكي، انتي بدك تخلصي منها وترجع على بيتها معناتها. ايه صح. اوكي تمام، اسمعي شو رح نعمل لها. ندفع مصاري لشاب ومنقول له يتقرب منها، بعدين هي بتصير تحبه وبيطير عقلها فيه للشاب. ايه صح. الزلمه بيوعدها بالزواج وبعدين بيروح وبيتركها لخديجه،
وخديجة بتزعل وبتنقهر كتير وبتقرر ترجع على بيتها. حرام نعمل فيها هيك، هذا حب يعني ما بينمزح فيه، المشاعر ما بينلعب فيها، عم تفهم ماهر؟ وهي انجرحت مشاعرها بسبب الحب، مالي موافقة، قلبي مطاوعني. قليلي ليش لحتى ما توافي؟ يعني هلأ صار قلبك حنون؟ معناتها ما خرجك هالشي. طول بالك شوي، اسمع شو منلاقي طريقة راقية وأكابرية، هيك أحسن وأضمن، مشان ضميرنا ما يعذبنا. رح أتنكر بالراس وحط على راسي إشار معه تبين، وتحته بيروك، وعلى أساس أنا بحاجة مساعدة. ماهر حلوة كتير الفكرة حبي، منرسم الخطة مشان نبلش فيها واحدة ورا واحدة لحتى يلحق الدور على الكل، وافقت؟ حلوة، يا سلام رح نتسلق. عندك مرت عمي مثلا عم تتغالظ كتير آخر فترة، مو مرتحت لها. طيب أنا موافق، بس قليلي بمين بدنا نبلش بالأول؟ بس بلطافة بدون ما نأذي، يعني مقلب على الخفيف. تمام طيب أنا معك، ما عندي مشكلة أبدا. لو سمحتي فيني شوف مرتي جوليا؟ ايه طبعا رح نتسلى كتير. لازم نحدد خطة ونتسى الصح مشان ما ننكشف. اوكي تمام، لازم ننتبه منيح ونغير الخطط، كل واحد شو بيحب وشو بيكره، يعني لحتى تمرق عليهم ونتسلى أكتر. رح سجل لك كل هدول الشغلات. جلسي فراشتي. كريم بيك طلب يشوفك جوليا خانوم. آه حبيبي كريم فا؟ ايه. طيب معناتها رح ألبس هدول التياب مشان فوت. طبعا تفضلي. ايه والله أنا اشتقت لهديك الأيام مع جوليا. شو هذا اللي علقان بصدره؟ وين جوليا؟ هلأ بتجي. كريم فاق وطلب من الممرضة أنه يشوفها شوي، فجوليا راحت مشان تلبس هذا الكيس يلي بيحطوه على راسهم وقت يفوتوا لعنده يعني. وانت ليش هون؟ ولا شي، اجيت لشوف إذا بدهم شي يعني. لا يسلموا، روح انت، أنا هون إذا بدهم شي روح. ايه اوكي، معناتها رح امشي. بدك شي؟ انا هلا بخبر جوليا انك رحت. اوكي بي باي. انت اجيت؟ ايه. كريم فاق وطلب انه يشوفني. فوتي. صباح الخير يا عمري، اشتقت لك. ونحن اشتقنا لك. اولادك بعتوا بوسات على هدول لبابا؟ والله عن جد. وبيسلموا عليك. هات البوسات اللي بعتوا لي اياهم معناتها. تمام. هلا هي من ميمو، وهي من نورما. البنوتة كبرت بهالفترة اللي أنا فيها بالمشفى، كيف طمنيني كيف صارت؟ منيحة، بس حبيبتي زعلانة كتير لأنك بالمستشفى، ضاجت كتير، كل يوم تسألني وينه، بدها أبوها البنت، ولهلأ الكبار ما عم يلفظوا اسمها صح. يعني صعب اسمها. كريم رح بلش حضر بيتنا الجديد، وأول ما نطلع من هون منروح لهنيك. يا ريت والله، خلينا نستقر ونأسس حياتنا لحالنا. وقتها رح تكون حياتنا أحلى ونعيش الدنيا مثل ما بدنا. بس أنت ما بتعرفي تديري أمور بيت لحالك وتطبخي معه. كريم أنا ما بسمح لك تقول عني هيك. اسمع، ما بصير تحكم علي بدون ما تدوق. الموضوع سهل، أي مرة ممكن تتعلم تطبخ، شو بدها القصة؟ ما لها قصة صعبة بنوب، أكيد بتعلم مع الوقت. ما تاكل هم هالشغلات، ما أنا محرزة حياتي، أنا عندي أولاد ما رح أتركهم جوعانين، وأنت كمان ما رح خليك تضل جوعان، رح أتعلم من هلأ كرمالك يا عمري. برافو حبيبتي، ما تخصبي، لا تخافي، بنعمل أنا وياكي كل شيء. شباك لك، شو صار لك؟ تعي تسطحي جنبي شوي، مشتاق لك. مستحيل، نحن بالمستشفى، شكلك جنيت أنت. عمي عم يطلع فينا، والله مو حلوة هيك. لك شو فيه يعني، هو رح تتسطحي جنبي، خلصيني جولي أنا بحاجتك. كريم ليك شكل المخدر مأثر على مخك. ها حضرة الممرضة فيك تجي مشان تعطيه مهدئ لأنه صار وقته. لا أنا ماني بحاجة للمهدئات أبدا،
أنا اللي بحاجة إله إنه تجي لجنبي وحس فيك. تعي لشوف كريم. على فكرة أنت واحد أزعر وبحبك كتير. الله يخليني هيك. بحبك أم نورما. وأنا بحبك أبو نورما. يعني الحمد لله وضع كريم صار كتير منيح، بس مع الأسف ما قدرنا نقنع بابا يرجع معنا لهون. ألف الحمد لله. هلأ صار لازم نعمل تحلاية بقلاوة ما هي خديجة خانو. ايه بنعمل. لما حكينا وما قبل إنه يجي معنا تركنا لبابا وقعدنا بالأوضة تبعي، ونحن اجينا فورا. وصار يقول قبل ما ابني يتحسن ويطيب ما رح اتحرك ولا خطوة برات هذا المستشفى. طبعا عم يتحجج بكريم، بس هو كتير متضايق ومقهور من أمي. أي طبيعي يكون متضايق. مرت عمي أنت عن جد كبرتي معه بالحكي كتير. يا روحي يا بابا، أكيد بيكون زعلان كتير هلأ، والمشكلة إنه هو ما بيحب يورجي زعله، بيكون حابس بقلبه. هالمرة هو عن جد كتير مقهور، يعني بهدلته مثل الولاد الصغار وقدام الكل كمان. يا لطيف على هالحكي. اسكتوا شوي، بدل ما تحكوا على غيركم كل واحد يروح فيكم يشوف مشاكل عيلته. ما حدا يتخطى حدوده. مو انتو يلي بتعلموني كيف وشو لازم احكي مع العالم. ايه علينا، خلصنا امي، لا تعملي هيك لو سمحتي. ابني تركا انا هلا رح اخذ لها صحن شوربه سخنه لحتى تهدي اعصابها، لانه من الصبح بتكون ما حطت لسه ولا لقمه بتمها. خالي اسيل مشان ادويه بابا كمان. منيح ذكرتني، وقف لحتى احط لك اياها. وانت ليش ضايش كل هالقد؟ اهدى بقى واقعد شوي شبه دخيلكم، وبلا ما يتعلموا كيف لازم يتصرفوا. عن جد اللي بيضل يقول أنا ما رح أتغير وما رح أعمل غير يلي براسي، الحياة بتاخده وبتجيبه وبتغيره بالزور، هيك بيقول بابا. سكتي يا بنت بلا فلسفتك أنت كمان. هلأ مو شايفتي على المخلوقة كيف جانا جنونة وما حدا منا قدران يحكي معها شي؟ برأيي أنتو كمان لا تتدخلوا. طيب ماشي أنا سكتت. أصلاً نحنا ما عم نتدخل عمتي، شو حكينا؟ عم نقول الحقيقة، واضح إنه الزلمة مقهور. خلصنا بقى. هلأ المهم اللي إمتى كريم بده يطلع؟ يعني يمكن بده أسبوع أقل شيء، ما هيك حياتي؟ إيه بده شيء أسبوع. حسين ابني خلينا نذبح لنا شي ذبيحة، شو رأيك؟ منذبح عمتي منذبح. يلا يا روحي كول. لا زينب ما عاد بدي أكل، اعملي لي فنجان قهوة. بدك تأخذ دواء كول لو سمحت. لا ماني مشتهي الأكل، ليش ما على معدتك يا ابني؟ يلا خلصنا بقى حسين، شراب شوربة بالأول وبعدين بتأخذ الدواء. يلا بعدين بعمل لك فنجان قهوة. ما شايفي هاي؟ يلا لشوف شراب منيح. أعطيني يا عم هدي. شكرا. كيفك نزار؟ مالي منيحة بك، مو سهلة. نزار أبوك تعبان كتير، والدكتور عنده هلأ، قاعد بس ما عم يحكي معه ولا كلمة. خبرتو شي؟ إيه. جبت وجيت بابا. ليش انتحرت؟ كله بسبب الحب أخي. ما بكفي اللي عملتي فيني أنت وبنتي كمان وطيتي راسي. أنتوا كلكن قلبتوا لي حياتي فؤاني تحتاني وخليتوني أكره عيشتي. هي هلأ خلصت من حدا منا بابا. بكرة رح تنزل أختي على إبرة وبتكون خلصت. ما تقلل أدب معي فهمان، إلزام حدودك. يمكن يكون المسؤول عن هدول الشغلات يلي صارت معنا هو أنت أخي. بتوقع من طريقة تعاملك
تكون أنت يلي قتلت ميليسا. بجوز مشان هيك هي دفنت حبها بقلبها لأنه ما عندها أمل. ولك اخرسي ولا تحكي ولا كلمة. أنت يلي أعطتيهم وش حتى أمهم وسقت فيكي وحملت حالها ومشيت. كلكن عار وزل إلي وللعيلة. بشوفك بالجنازة بكرة. نزار اهدى شوي ماشي؟ كمان أبوك مقهور كتير. بابا ما في عنده قلب وهيك من يوم يومه. برأيك هاد حلو؟ ولا استنى شو رأيك بهذا؟ وينو؟ هذا ايه شوفي هذا حلو منيح وكبير وفي مكان للكل. ها ما هيك؟ أنا كمان هيك رأيي. شوف فينا هون على هذا الطقم قدام النار نجتمع كلنا أنا وعيلتي. ليكي شو مشان المطبخ وباقي الغرف؟ هدول سهلين، رح روح مع كم واحد من مصممي الديكور اختارون وأجي. شغلة يوم واحد أصلاً اختيارهم ما رح يكون صعب علي بنوب. آه كريم شو كنت بدي أقول؟ رح أجيب طقم يكون شيك للعيلة ولقلنا نحن رح جيب شي حلو كتير وبيحبوه الأولاد. ماشي إمتى منخلص تقريبا؟ شغلة كم يوم وبيخلصوا ما رح نطول بنوم. حلو جاهز بيتنا يا روحي. ممتاز. استني شوي وقفي كريم، هاي الزعرة الصغيرة أنا ما عم بقدر أمسكها. ارقدي حبيبتي. أخي اشتقت لك. كيف صرت؟ شوفت عينك كتير منيح بابا. كيف كانت ليلتك؟ يعني منيحة ماشي حالة، المشفى نظيفة، الممرضات كتير ظراف، الأجواء هادية والأكل طيب وما في مين ينق على راسي، شو بدي أحسن؟ بابا أنت من كل عقلك بدك تضل هنيك؟ هاي أخي صار منيح، رجع عبيتك بقى. قبل ما يطلع هالولد من هون حلفت يمين ما رح أتحرك خطوة لبرا. يا ربي دخيلك، ليكني أنا طبت بابا، بس يمكن أنت عندك مشكلة تانية. لا بنوب ما عندي مشكلة تانية الحمد لله. طيب بكرة منشوف. بكرة طالع على البيت خبروكن ما هيك؟ عن جد عم تحكي؟ يا سلام. بما أنه أنتو هون هلأ أنا بقدر أنزل شوي على السوق لأنه بدي أشتري كم شغلة. روحي ماشي. شو بدك تشتري؟ شو رح يكون بدي يعني كم شغلة للأولاد حبيبتي. يلا سلام باي باي. باي. مايا روحي جيبي لنا قهوة وتعي لنشربها سوا. ماشي. شبك؟ أنا حاسس كأنه في شي مو طبيعي بهالفترة. لا بنوب ما في شي. حاسك كأنك مو معنا أبداً. لا كريم معكن، وين بدي يكون أنا يعني غير هون؟ كريم قعدني جنبك. مو مشكلة إلا ما نفهم عن قريب. إيه شو قال تخانات أنت وأمي؟ إيه تخانانا عادي ابني ما تهكلهم، بأي عائلة ممكن تصير هاي المشاكل. بسيطة يا فصعون. نفدت ما؟ ايه الحمد لله. وكمان هلأ صار لازم أصر لك هالشعرات مشان ترجع أحسن من الأول. طيب ماشي موافق. أنا بحلق لك. لا لا دخيلك ما بدي. ليش ما بتتذكر؟ لما كنت بالصف الأول حلقت لك بإيدي ورحت عم تبكي على المدرسة. ما تذكرني بهالقصة بتضايقني كتير. أخ هي أول مرة رح شوفها فيها، بس بصراحة ما عرفت شو بدي أجيب معي، لهيك جبت لها طقم فناجين، شو رأيك؟ إيه فكرة حلوة ليش لا، المهم ما تروحي وإيديكي فاضية. إيه كمان شوفي أخذت كنزة لرضا وجبت له جرافة لعاطف، وكمان وأنا رايحة لعندهم رح أخذ بإيدي بوكي ورد حلو. قولي لي هلا كيف طالع؟ ما شاء الله عن جد طالع حلوة كتير. اسمعي يا بنت أنتي متحمسة كتير ما هيك؟ يا روحي. إيه لأنه أنا رح أتعرف على عائلة الزلمة اللي بدي أتزوجه ورح شوف البيت اللي رح نعيش فيه سوا. كيف يعني ما بدك يعني يتحمس؟ إيه صحي ليكي قال لي عاطف إنه البيت حلو كتير. إيه ألف الحمد لله. وصل. عاطف
جيت على الوقت تمام. تفضل. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين فيك. مرحبا ملك خانم. أهلا وسهلا. فوت، ليش واقف عندك؟ لك ما تشلح بوتك، عادي خليك لابس البوت. فوت. ليش هيك عم تطلعي؟ من زمان ما عاد حدا شلح البوت لما يفوت على بيت حدا. هاي العادات تغيرت من وقت طويل. لا ولا يهمك نيلي، في طفلة بالبيت. لك شو هاد، ليش معز بحالك كل هالقد؟ لا ولو، شو هالشغلة عاطف؟ لا تنسى انه هي اول مرة رح زوركم بالبيت، يعني ما عندك بارية للعيلة غير مرت اخوك، كمان لازم نكون كتير محترمين ومزوقين. خذ هدول انت. يلا بخاطرك ملك خانم. الله معكم. يلا بشوفك. يا روحي انا كتير متحمسة. اهدي اهدي شوي. ها شفت عاطف، قلت لك لا تشلح من رجلك، هلا بدك ساعة لحتى تلبس البوت. لا يلا لبسته. اي طيب يلا امشي امشي. مجنونة. الله مو معقول هذا البيت، شو حلو. الوداع يا عيلة جوهر. الوداع يا حماتي العصبية. الوداع يا عمتي يلي بتحكي كتير. الوداع لكل شي مو حلو بهداك البيت. أخيرا رح نخلص من الحبس ونعيش حرين. الوداع لأحلى لحظات كانت لما نجتمع كلنا على طاولة واحدة. الوداع لعمو إبراهيم يلي بيضحكني طول الوقت. مرت عمي سهين اللي بتطلع بعيوني نظرة حنونة وكأن أمي الحقيقية. أخي حسين أطيب قلب بالعالم. وزينب سلفتي الحبابة، والأميرة الصغيرة شيرين. الوداع للي قلبها كبير لأسيل، ومايا الحلوة الطبوشة بحبها كتير لهالبنت. وجيهان الحبابة الشغيلة، وفي عمتي كمان، حتى لو بتحكي كتير بس هي عمتي اللي بحبها من قلبي. رح اشتاق لهم كتير، بس نحن لازم نستقل عنه، لازم نعيش حياتنا بقى. رح ساوي هذا البيت بياخد العقل إلك يا حبيبي، ولولادنا كمان، وأهلنا رح يصيروا يجوا لعنا كل ما صحن، ونحن كمان منروح منزوره. لك عاطف شو هاد، من شان الله، انت مو قلت لي انه الطريق بس فيه طلعة صغيرة؟ لك اذا السيارة ما بتطلع وتنزل من هالطريق، نحن كيف بدنا نطلع وننزل بالشتاء والبرد؟ صدقيني النزلة سهلة، ولما تتعبي انا بحملك، لا تاكلي هم ابدا. لا مو معقول، شو رومانسي. ما خاطر والله تعبت كتير، عن جد انقطع نفسي هالآخر. امسكي ايدي يلا. شو حلو. مو معقول، انا ليش اليوم لبست الكعب العالي؟ قلت بلبسه بهالمناسبة الحلوة، ولك شو صار فيني. بس حلو على رجلك كتير. بلا هالحكي هلا، بلا. شو عاطف وصلنا؟ ايه هذا هو. تفضلي. شكراً.
استنى دقيقة لأخذ نفس. عاطف ليش هيك عملت أنت؟ لك قلت لك استنى لأخذ نفس دقيقة، شوفك ليش دقيت الباب فورا؟ زبطين شعراتي؟ حلوين كتير. ليك ومين جاي على بيتنا المتواضع؟ شو هالزيارة الحلوة؟ مرت عمي نيلي أهلا وسهلا فيكي، شرفتي بيتك. أهلا فيك يا رضا، شكرا لك على هالاستقبال. مرت عمي؟ عمي عاطف؟ تفضلوا. ليكو هدول الشحاطات جداد، امبارح عمي بعتني جبت لكم اياهم من السوق خصوصي لإلكم. اه عن جد كلك ذوق، شكرا. العفو، عجبتك؟ ايه كثير. تفضلوا. ايه يلا ماشي، شكرا. يلا تفضلي. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين فيك، هاي رح اتركها هون. عادي، مو ضروري. شكرا نزار، ما رح طول كتير. لا تواخذني لانه ما قدرت احضر لا الدفن ولا التعزايه، تعرف كيف الوضع عنا. العوض بسلامتك نزار، عن جد أنا زعلت كتير. مرقت على البيت لأشوفك، خبروني إنك هون. إيه هون كتير برتاح، بحس حالي أقرب لميليسا بهذا المكان. الحق معك لأنه مو سهل بنوم، بس حاول تكون منيح ماشي، طلع من هاي الحالة بسرعة، على الأقل ساوي هيك مشان مراد. صعب كتير جوليا. طيب هي ليش سويت هيك؟ تركت هذا المكتوب. أكيد ما كان بدها يعني إني أقرأ. رجع هذا المكتوب لو سمحت. كاتبة إنه انتحرت بسبب كريم، فضلت الموت على أسوته. هذا اللي كاتبته قبل ما تنتحر. أنا برأيي هذا ظلم كبير، مستحيل يكون مزبوط هذا الحكي. اسمعي جوليا، في شغلات كتير أنتي مالك شايفتيها. كريم إنسان أناني، ما أنا مقدر شو صار بسببه، وعم يأذيكي إلك كمان. رح يجي يوم وتفهمي. أنا فهماني عليك كتير منيح عن جد. أنت هلأ عم تدور على أي شي تفش خلقك فيه يا نزار مشان تهدي أعصابك، وهذا الشي كتير طبيعي، بس بصراحة يلي عم تقوله هو غلط كبير. كريم ما فكر بحياته يأذي أختك ميليسا بنوم، هو كان صديق لألا مشان يساعدها تتعافى، مو أكتر من هيك أبدا. عندك أسباب كتير لتفكري بهالطريقة، أول حبك اللي عامي عيونك. معناتها بيكون أحسن إذا برجع على المستشفى لأني تأخرت، وبرأيي أنت كمان اطلع من هون بأسرع وقت، رجع لحياتك كرمال حالك وكرمال ابنك. العمر إلك مرة تانية، كون بخير، أوكي؟